النهارده رجعت لكم فيديو جديد وتحدي جديد. تحدي النهارده هيكون يوم كامل باللون الازرق. ايوه، تحدي النهارده هيكون يوم كامل باللون الازرق. فخلينا نبدا. اول حاجه هنعملها ايه؟ اول حاجه هنعملها ان احنا نجيب هدوم باللون الازرق. ايوه يلا نروح. احنا كده لبسنا هدوم باللون الازرق. ايوه، والوقت احنا رايحين نصبغ شعرنا باللون الازرق. نصبغ شعرنا باللون الازرق ازاي؟ ايوه، هو كده التحدي، لازم نصبغ شعرنا باللون الازرق. طيب عايزين تعملوا ايه؟ عايزين نصبغ شعرنا باللون الازرق. متأكدين؟ ايوه. احنا كده صبغنا شعرنا باللون الازرق، والمفروض دلوقتي نروح نجيب اكل باللون الازرق. دلوقتي هنجيب الاكل اللي باللون الازرق. هنجيب دونات. ممكن نجيب دي برضو ونجيب دي ده. احنا كده جبنا كل الحاجات اللي هنا اللي باللون الازرق. دلوقتي هنروح مكان تاني. هنجيب توت. هاتي برضو العصير اللي باللون الازرق اللي فوق ده. طيب اظن كده ما عادش في حاجه باللون الازرق غير السمك الناي ده، اكيد مش هنجيبه. ايوه طبعا. وصلنا البيت وحطينا كل الحاجات اللي احنا جبناها في التلاجة. ايه اول حاجه هنعملها؟ هي ايه؟ هنجهز وجبه الفطار. طيب هنجهز وجبه الفطار ونرجع لكم. كده جهزنا الفطار، والفطار بتاعنا هو توت وعصير. احنا كده خلصنا فطار، والوقت هنقعد شوية. انا زهقت، ممكن نلعب؟ ماشي. ودلوقتي جه وقت الغداء. واحنا في الغداء هناكل دونات وعصير. خلصنا غدا ودلوقتي هنقعد نتفرج على التلفزيون شوية. ودلوقتي جه وقت العشاء. في العشاء هناكل آيس كريم.
احنا كده خلصنا عشاء وقعدنا يوم كامل باللون الازرق. ولو عجبكم الفيديو اضغطوا على زر اللايك واشتركوا في القناة، وبس سلام.